بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم مرحبا بكم الحب إلى حلقة جديدة من برنامج أفاضل وفضليات لله سبحانه وتعالى فضل كبير على ليبيا من ضمن هذا الفضل أن حباها بشخصيات الناس أفاضل وفضليات على مر العصور قديما وحديثا سلفا وخلفا هم من كل ليبيا من كل ربوع ليبيا من المدينة من القرية من الصحراء من جانب البحر ومن الجبل اترحم على من رحل منهم وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم عنا كل خير كما ادعو سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر احيانا وان يشفي المريض منهم. حلقه اليوم قبسات واضاءات وفلاشات كما قال كلها تشيد بالعنصر الليبي تشيد بالليبي. صدقا يعني لدرجه عفوا لدرجه حتى العنوان اخترناه هكذا اللي هو يعجبني في الليبيين عطاؤهم العطاء كثير اعطي كثيره متعدده جدا وشرفيا نستضيف واحد من هؤلاء الشباب اللي فعلا عطاء كبير جدا متنوع ولو كثير من الاعطيه المهندس ما شاء الله انت طبعا بنحصل الان في تعداد ما الله العالم المهندس والمنشد والاعلامي والملاعب في التقنيه وكل هذا <applause> نعم سعيد جدا باستضافتك باش مهندس محمد السالمي انسنا وشكلك لك تلبيه الدعوه يا فرصه طيبه اهلا وسهلا استاذ سهل احمد تحيه طيبه ليك ولمشاهديك الاكارم عبر برنامج افاضل فضليات وتحيه للكادر اللي هو طبعا من خلاله قدرنا نحن نطلع بها الحلقه الجميله هذه نعم وانا كذلك من خلالك أه هو شوف سبحان الله يعني الله <applause> الموضوع زي ما درت في الاستهلال كبير جدا وحضرتك الان حتساعدني ان شاء الله يا سلام. ان احنا نشيد بهؤلاء النماذج اليوم اخترنا نماذج بين زي ما تقول شباب وغير وهكذا <applause> تقنيه وغير تقنيه لكن بدايه بفعل انك انت طبعا مهندس وكذلك خريج الشريعه الاسلاميه لا. ومؤخرا شاد على ما يسمى بالاعلام الجانب المسموع في الاذاعه المسموع عندك كثير من البرامج بدايه لو تحب انك انت تقول لنا عن البرامج هديه ونقله من الشريعه الاسلاميه الى الى العمل الاذاعي يعني وفي, نعم. وفي كل خير يعني آه 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 الحمد لله رب العالمين مصر. والصلاه والسلام على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى أهلي وصحبه في كل لمحه نفس بعدد كل معلوم لك يا الله. أه، نجدد لك الشكر استاذ احمد ونعبر لك على سعادتي اني موجود معك في البرنامج الجميل شرفين. هذا اللي حقيقه من متابعيه وحصلت على او تحصلت على شرف الظهور معك في شهر رمضان المبارك فعلا فعلا ان شاء الله طبعا كوني من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه مهتم بكل ما يتعلق بتفاصيلهم وايضا يعني خريج دراسات اسلاميه شفت ان الاعلام هو من خلاله قادر أن نوصل آ... اللي هو طبعا جميل. فيما يتعلق نعم. بمجالي كدراسات اسلاميه نقدر آ... نعطي كل افكاري من خلاله رأيك. وايضا كذلك آ... نطالب بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه آ... بمختلف شرايحهم فشفت ان هذه مساحه كويسه من لي جمعيه النور في تقديم برنامج بصير تروح اولا ثم كذلك يعني والذي آ... قدمته في على اثير شبابيه 107 اللي هي كانت في اثير شبابيه نعم ثم بعد ذلك انطلقت مع اللي هو اثير التضامن 107.3 اف ام اللي الان نقدم في برنامج صوامع يتكلم على في كل حلقه على صومعه على مسجد المساجد ليبيا وايضا من اعدادك انت نعم نعم اعدادي وتقديمي طيب ايضا برنامج في ربوع ليبيا ممتاز كذلك ممتاز مم. وبرنامج اخر يتعلق يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه تبارك الرحمن نعم. نعم. انا اللي يعجبني في حضرتك من ضمن الاشياء كثيره هي من ضمن الاشياء انك انت فعلا يعني تترجم مم. في على طول سبحانه وتعالى في هذه المجالات للاخرين فأنت الصوت رائع جدا فيك عن مثلا أحبتنا حنقول مكفوفين أو نعم. يعني ذوي الإعاقة البصرية نعم. وهذه طبعا أكيد برامج يسمع فيها الكفيف والمبصر على حد سواء صحيح. صحيح لأن نعم. في المناصرين زي حضرتك الآن نعم. متبني فكرة نعم وداعم لأفكار الأشخاص ذوي الإعاقة نعم. فهي نعم. لكل شرائح المجتمع نعم. نعم. لأن الإختلاف بين شرائح المجتمع هو إختلاف تنوع وليس يعني اختلاف تضاد نعم الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه شريحه من شريحه المجتمع نعم اكيد أه وسبحان الله ديما يقال عنها الحبوب المحبوبه هكذا وكذلك بقيه الشرائح نعم. عندنا ان شاء الله في مساء من حلقات باذن الله تسليط الضوء على الاحبه اللي يعني الصم والبكم في نعم نعم ان شاء الله أه انت قلت جمله رائعه جدا اللي نعم. هي صح. يعني خدمه هكذا كلمه خدمه نعم هذه الشرائح المختلفة و واليوم ممكن نظر لأن أنت يعني ضيفنا نعم. ممكن جدا تحدثوا عليه الشيء الجميل اللي حضرتك تقوم به وكذلك كثير من الاحبه فاعلي الخير نعم. لخدمه الشريحه نفسها نعم. لخدمه المكفوفين نعم. على سبيل المثال كان عندكم انتم في في الاسبوعين الماضيات او يعني صحيح. في الماضيه حدث كبير جدا صحيح. فعلا فعلا يقدر شخص يستشف منا ان ان قلبكم عليه بعضكم نعم. يعني خلينا نقول مثلا قلب الكفيف على اخيه الكفيف نعم. وهذا الحدث انا عجبني قدرش حنشوفه فيما سياتي فيديو ان شاء الله نعم. كان في غايه الاهميه صحيح. فيديو تفضل حدثنا عليه انت اول قبل نشوفه نعم هو الفيديو استاذ احمد ومشاهدينا كان عبر قناه ليبيا الرسميه هو حقيقه ان هناك اجهزه وسائل معينه للاشخاص ذوي الاعاقه تمكنهم من القراءه والكتابه مثل جاز برايل 1 برايل سينس هذه الاجهزه الحديثه نعم. هي اجهزه تستع يعني يستعملها الكفيف نعم. بحيث انه يقدر يقرا بها ويكتب بها آه، وتكون موافقه للبرامج اللي في 2023 استاذ احمد نعم فناشدنا جدا الدوله ودائما نطالب فيها بحقوقنا في اشياء يعني استجابوا لها واشياء نعم. حقيقة قاعدين نلح ونطالبوا دائما ان شاء الله يا رب يكون صوتنا أمين مسموع امين, أمين. فالأستاذ الاستاذ عمر عبد العزيز اسس نعم. مؤسسه تسمى بمؤسسة عمر عبد العزيز للاستشارات والتقنيات الخاصه هذه المؤسسه استاذ نعم. احمد استطاع من خلالها الاستاذ عمر عبد العزيز انه يوفر 25 جهاز برايل 1 للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه نعم. يعني سعر الجهاز اكثر من ألاف دينار مبني العمل هذا كله عليه ألاف 10 دولار 10000 دينار 10 ليبي دينار ليبي نعم. نحسبه نحسبه دولار لا دينار نعم فالحقيقه استاذ احمد هل حدث هذا هو حدث توزيع نعم. هذه الاجهزه ممتاز. ممتاز. رجل استطاع ان هو نعم. يقدر يعني تكون مؤسسته نقطه نعم. فاعله آه، قدر رجال الاعمال واصحاب الخير ان هم يعني آه يدعموا هذه المؤسسه نعم. اللي قدر أن من نعم. خلالها يوزع الاجهزه على اصحاب الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا نعم رايك باش مهندس ما رأيك نحن الان نشاهد هذا الفيديو ونستمع الى كلمه الاستاذ عمر عبد العزيز لا. وكذلك في صور مصاحبه من من الحدث نفسه حفل حدث في التوزيع نشاهد معنا حبنا الكرام بسم الله الرحمن الرحيم مبادرتنا هذه جهاز لكل كفيف في ليبيا اتت من منطلق احساسي انا ككفيف بمعاناه المكفوفين سواء في حياتهم العلميه او العمليه او حتى في العمل. وايضا من خلال تجربتي التي تمكنت من خلال هذه التكنولوجيا ان احقق ما لم اكن ان احلم احققه بدون هذه التكنولوجيا، ايضا سواء في المسائل الثقافيه، التعليميه، أسواق العمل التي فتحت لي هذه المبادرة انطلقت قبل أكثر من عام ولكنها في الحقيقة لم تبدأ في, في تلك الفترة وإنما هي يعني مخاض عسير سبقه تجربة امتدت لأكثر من عشرين عام حيث قبل أكثر من عشرين عام كنت أنا وبعض الأصدقاء أسسنا أول مشروع لتطوير وتعريب تقنيات المقوفين على مستوى العالم العربي انطلقنا بهذا المشروع ووصلنا خلال العام إلى توزيع 25 جهاز من هذه الأجهزة الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن العظيمة القيمة وزعناها على خمسة أكثر من 25 من الطلبة والموظفين المكوفين في كل أنحاء ليبيا من صرمان غربا إلى درنا شرقا الى وادي عتبه واباري في الجنوب، كلها كانت مجهودات من القطاع الخاص لهم كل الشكر. الحكومه تلقفت هذه المبادره نهايه 2022 واطلقتها بشكل رسمي لتشمل كل الموقوفين في ليبيا واطلقت عليها حروف من نور ولكن للاسف الى الان لم ترى هذه المبادره النور، نتمنى ان تتحول هذه المبادره الى حقيقه ليستفيد كل الموقوفين وهم في الحقيقه يتصلون ليل نهار يسالون عن هذه المبادره واين وصلت، نتمنى ان ترى النور عن قريب. اجمل تحيه للاستاذ عمر عبد العزيز وكذلك لكل من معاه في هذا العمل الخيري التطوعي الرائع جدا صدقا ان شاء الله باش مهندس انت حكيت لي ان طبعا الحكومه مهتمه بهذا الموضوع صحيح ووعد ان هي توفر عدد كبير في حمله باسم جهاز لكل الحمله اللي دارتها الدوله اسمها احرف من نور جميل نعم نعم ووعد البشمهندس عبد الحميد نعم الدبيبه وايضا الساده اللي معاه اصحاب القرار ان هم يوفروا أجهزة، ووفروا بعض الأجهزة لبعض المؤسسات زي مؤسسة النور المكوفين، نعم. النور وغيرها. نعم. ممتاز. نتمنى أحرف من نور دائما نقولوا أن ترى النور فعلياً. أمين فعلاً يعني. أمين. وأن تكون نعم. الأجهزة عندنا. يعني هو من باب التبسيط، مم. من باب تبسيط لمن نعم. لا يعلم، وأنا نفسي كنت ما نعلمش تعلمت منك، أن هذا الجهاز نعم. لابد منا للكفيف، والكفيفة نعم. من أجل ايش؟ أن هو يخليه يتصل بالعالم الخارجي، نعم. بأ مو يعني ايش رأيك شوية تطبيقات؟ حاضر، هو ممتاز. طبعا الجهاز هذا نعم. الجهاز هذا استاذ احمد هو جهاز مكون من آه اللي هي كيبورد برايل للمكوفين نعم. كيبورد يكتبوا بها وهذه شاشه لمسيه كل شيء يعني موجود على آه موجود في هذا الجهاز هو نقدر نقروه باصبعنا مرروا الاصبع ونقدر نقروه تمام يعني يعني بطمات بارزه ايه طبعا وانترز. هو يطلع القراءه تطلع قراءه بارزه بطريقه نعم. معينه وبترميز معين جميل. تمام الجهاز هذا شنو يمكننا من كتب اللي هي مثلا تو هذا الجهاز اللي في يدي انا بتوصيل الهارد ديسك يقدر يحمل حتى استاذ احمد حتى 500 الف كتاب تبارك الله يعني مثلا المصحف الشريف بطريقه برايل لما يكتب من طريقه عاديه طريقة ابراهيم استاذ احمد ياخذ منه سته مجلدات أوه. بالمقابل نعم. في ملف صغير في الجهاز هو نقدر نعم. نقرا به قران مثلا شرح بن عقيل حوالي 10 مجلدات بضغطه زر مثلا موسوعه الدكتور احمد القطعاني اربع مجلدات لو بنحولها حتكون قداش نعم. حتكون 12 مجلد ف يعني هذا الجهاز هو من خلاله نقدر نعم. نحط فيه كتب نقدر نكتب به ونقرا به في المحاضرات طيب. وايضا نتحكم في الاجهزه آه الذكيه مثلا نعم. استاذ احمد نعم. انا خليني اعطيك جهازي الايفون نعم آه مثلا تو شده انت في يدك حضرتك شرف لي الله يبارك فيك وانا توني نتحكم بالجهاز هو اللي هو طبعا الان نفتح الشاشه باهي اللي هي موجوده معلش نفتح الباسورد بعد انك نعم اوكي نفتح الباسورد آه. آه. سيتطور موقف انك انت تفتح الباسورد من عند الجهاز ايه طبعا لان لأن, لان الفيس اي دي موجود في, نعم. في الحساسه هو. طبيعي تمام نعم. <applause> انت تو الان عندك الجهاز هو نعم انا من خلال الجهاز اللي في يدي انا قادر نعم. اني مثلا اخش على الاعدادات نتنقل مثلا بين عناصرها نقدر ننزل نقرا كل شيء يكون موجود الان على الشاشه مثلا نعم آه الاشخاص مثلا 15 آه صوره مثلا نطلع لشاشه رئيسيه مثلاً نقلب بين الصفحات التالية والسابقة نقدر نسكر شاشة نعم. وأيضاً نقدر نفتحها نعم. هذه طبعاً جهاز تقدر تنقل بين كل عناصر بكل سهولة ويسر مثلاً رائع فالجهاز هذا قادر أني نفتح به فيسبوك تويتر يوتيوب واتساب من خلال هل... هل... الجهاز هو أيضاً توصيله بالكمبيوتر وتوصيله يعني على كل الاجهزه الذكيه يعني حقيقة انا دائما نقول ان لا بد إن, ان شاء الله كل كثيف يسمع كثيف الجهاز. انه هو يعني حصل الجهاز هو استاذ لا. احمد هو هو ما هذا احنا تو مبينين في برنامجنا هذا لا. يعني على على اساس عسى ان شاء الله اهل خير وغير والحكومه وغيرها انهم فعلا يطبقوا هذا ما يسمى بال استاذ <applause> احمد والا جهاز كل كثيف سريعا بصرف النظر على التسميه نعم. ان شاء الله فعلا س... نعم تفضل يا رب سريعا استاذ احمد الاشخاص ذوي الاعاقه مختلف شريحهم عندهم شيء اسمه الاتفاقيه الدوليه نعم الاتفاقيه الدوليه هي صدقت عليها ليبيا في 2017 نعم فيها كل ما هو يعني يحتاجه الاشخاص ذوي الاعاقه مختلف شريحهم جميل احنا عندنا حقوق استاذ احمد زينا زي غيرنا من المجتمع يعني حقيقه رانا احنا ما نقولش ما نقولوش لله وجايين نحن نتسولوا امام المساجد، انما احنا نطلب في حقوق لينا احنا نعم ننتزعوا فيها انتزاع. لا لا, يعني لا الله هذه الله الحقيقه اللي احنا نعم حابين نقولوها ان, نعم إن من حقوق الاشخاص ذوي تجاه الدوله نعم. ان هي تطبق هذه القوانين اللي للاسف يعني الكثير منها راكده. نعم. ان شاء الله باذن نعم. الله. آه على ذكر انك انت تقدر تمشي للمكتبه والكتب المقروءه والكتب نعم. المسموعه م -م. آه تسمح لي في واحد من الفيديوهات آه سياتي ان شاء الله. نعم لي صدقا لطالبة للدكتوراه ان شاء الله تحقق الدكتوراه استاذ إيه فاطمه احمد استاذ فاطمه احمد اللي بامانه متطوعه هكذا طلبا للاجر والتواب من عند الله سبحانه وتعالى ان يدير ما يسمى بالتسجيل تسجيل كتب الى صحيح ما يسمى بالكتب المسموعه الكتب الصوتيه المسموعه صحيح يعني انا يعني قبل فرصه جمعيه النور طبعا نعم بتسجيل الكتب قبل نعم نطلب الفيديو باش مهندس ما اهميه الكتاب المسموع طبعا للمبصر ولغير المبصر صحيح الكتاب الصوتي لما يكون الفويس اوفر بارع م. مثلا يعني مثلا يقول خلينا نقول الفويس اوفر اللي وصوتي. ما يعرفهاش اللي هو القارئ صحيح نعم فلما يكون هو يكون ممتع الكتاب نعم. لما تسمع سماعه يكون ممتع فيه شريحه من الناس يحبوه وايضا حديثي العهد بالتكفف استاذ احمد في آه. تكفف حديثا نعم. وما لحق يقرأ برايل نعم. في ناس كبار في السن مش قادره تستوعب يعني او حتى من جراء الحروب يعني بالضبط نعم. يعني اصبح في, في يعني في في في, في زياده نعم. ايضا في ناس ما عندهمش دقه في حاسه اللمس بتاع الاصبع آه ما يعرفوش يتعلموا طريقه برايل للاسف آه طبعا هذه آه. بسيطه يعني نسبه نعم. بسيطه جدا وايضا استاذ احمد اللي هم الناس اللي ما يملكوش الوسائل المعينه الحديثه نعم يعني هنا الان إن اجهزه نستعمل فيها في جمعياتنا ومؤسساتنا نعم اصبحت في 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 الدول الاخرى موجوده في المتاحف رائع. نعم, نعم. استاذي ما رايك نحن نستمع الى نستمع آه نعم تسجيل صوتي يليت. اوكي وفي الطرف الثاني نشاهد بعض ما يسمى نعم. بالكروت عندنا آه نستمع معا وبداية اسمح لي أن أقدم لك نفسي أو أعرف عن نفسي، أنا فاطمة أحمد طالبة دكتورة بالأكاديمية الليبية، وأيضا معدة ومقدمة برامج ومقدمة نشرات إخبارية، إضافة إلى ذلك متطوعة في مجال تسجيل الكتب الصوتية لصالح جمعية النور للمكفوفين. وجانب من من جوانب موضوع حلقه اليوم في استخدام التقنيات بالاخص في تسجيل الكتب الصوتيه له فائده كبيره للناس عامه وللمكفوفين خاصه او لذوي الاعاقه البصريه الجزئيه او او الكليه فوجود كتاب صوتي يسهل الوصول اليه من خلال التقنيات الخاصه له دور كبير في نشر الثقافه و سهولة أو التمكن من التعلم وهنا اسمح لي أن يعني نوجه تحية أيضا للجهات أو القنوات الإذاعية اللي كان لها أيضا مساعدة وكان لها دور في التمكن من تسجيل بعض الكتب الصوتية و نذكر راديو صوت العاصمة وأيضا راديو الميدا وراديو شبكة لام اللي كان ليهم الدور في المساعدة وفتح المجال للمتطوعين أيضا في استغلال الاستديوهات لهذا لهذا العمل تسجيل الكتب الصوتية تعتبر جانب من جوانب الأعمال الخيرية المعنوية وهذه تعتبر ايضا من من الصدقات الجاريه. التحيه قلبيه للاستاذه فاطمه احمد صدقا مهندس نعم كلمه في حق الاستاذه. أه نحيي الاستاذه فاطمه احمد على مبادرتها في تسجيل الكتب الصوتيه وعلى استجابتها الدائمه نعم. دائما تقول لو اللقمه كانت في فمي ويتصل بي حد من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه يقول لي سجلي راح نعم. نحيا لهم و... تحيه استاذ ساد... استاذ محمد الواعر اللي في جمعية نور على اتاحه فرصه التسجيل في القسم الثقافي نعم. عمر الوال مهندس الصوت الذي يعني من خلاله قدرت الاستاذه فاطمه احمد ان هي تسجل نعم. ولكل المتطوعين اللي هم في جمعيه نور وقفين وكذلك باب التطوع استاذ احمد مفتوح للجميع نعم. لمن يريد نعم. ان نعم. يسجل هذه الكتب وكذلك ما يسمى بالراديو او احنا المقرات الراديو اللي نعم. آه باش مهندس ايش احنا نديروا نقله الان نعم آه نمشوا الى مدينه صبراته آه آه يا سلام مدينه صبراته في شاب آه ربي يعطيه الصحه آه لا. يعني كفيف اوكي نعم لكن ما عتاش هذه الاعاقه انه هو يجلس في البيت آه نستمع ونشاهد قصته انه هو بدل زي ما قلت في يشتغل في تصليح السيارات وكذلك تصليح الكهرومنزليات نعم. بداية بالمسجلات متاع زمان والمكنسة الكهربية وبعض نعم. الأشياء نعم. نشاهد معا خريج من معهد متوسط للمهن الميكانيكية صبراتا تخصص ميكانيكا عامة وفقدت البصر في سنة 2000 وتخرجت في سنة 1998 أه الحمد لله يعني في الـ 2000 و 2001 اصبت بمرض وفقدت بصري في كلتا العينين اللي هو المرض العشاء الليلي حسب البحث على علاج والتشخيص قالوا عندك العشاء الليلي وقاعد مستمر البحث على العلاج والحمد لله يعني في بصيص امل لكن ضعيف جدا في بعد ما فقدت البصر توكلت على الله وزدت قوة مهاراتي في الميكانيكا وفي التصليح بصفة عامة والكشف على الأعطال وصيانة السيارات والمركبات الألية الحمد لله وفقني الله وتوكلت على الله ودرت ورشة واشتغلت فترة في عندي زي ما نقوله تخصص ثاني اللي هو تصليح الإلكترونات نصلح في مسجلات السيارة ومسجلات الحوش والأجهزة السي دي والفيديو سي دي وبعض الأجهزة الفيديو المرئية القديمة شوي الإنسان نراه عنده قدرات حتى ولو كان معاق عنده قدرات والقدرات هذه ترتقي بالإنسان إلى أعلى وخاصة من حد يكون مؤمن بالله ويكون يعني عنده امل بالله انه يحقق له رغباته وي ينصر على العجز اللي هو فيه هو العجز راه في القلب ماهوش العجز في الجسد لو كان الانسان زرع في قلبه انه هو عاجز حيعجز وحيتاخر لكن اما يدير فراسة انه عنده امل او عنده شيء مصمم انه يوصل له, له باذن الله بتقوى الله وجهوده و... وكفاحه المستمر باذن الله يوصل للهدف اللي يبي له قلبيه للاستاذ عبد الرحمن صدقا عبد الرحمن غريرة من صبراته شفت الكلام اللي قاله اي نعم وبالمناسبه كذلك شكرا للاعلامي المصور الفوتوغرافي الرائع احمد طاهر صدقا هو اللي اعطانا هذا التقرير شكل نعم كلمه بحق الاستاذ عبد الرحمن نعم طبعا بشمهندس الحقيقه بالنسبه للاستاذ عبد الرحمن وغيره من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه وغيرها من الاعاقات علاش اصلا احنا نقول اشخاص ذوي الاعاقه ما نقولوش معاقين حلو لان هم عندهم اعاقه تصاحبهم، لما نعم. الاعاقه هي مثلا انا لما ما نقدرش نقرا الكتاب. نعم. لما توفر لي جهاز زي هذا، قدرت نقرا به الكتاب. لما يؤمن المجتمع بالاشخاص ذوي الاعاقه، قادرين ان هم ينجزوا، قادرين نعم. ان هم يثبتوا وجودهم. عندنا راهو الكثير استاذ احمد من, من هم يعني مهتمين بالصيانه من هم بارعين في الصيانه زي عمي آآ آآ اللي هو نجم رحي نجم رحيل رحمه الله عليه هذا كان الله. مصين ايضا من الموقوفين والاستاذ احمد شتاوي رب يعطيه الصحه والعافيه حتى هو ايضا نعم. معروف في, في, في صيانه التقنيات ايضا الاستاذ عبد المعز اللي هو موجود عبد المعز عيسى الان بارع جدا في مجال التقنيه ايضا وحتى حتى مبرمجين من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه نعم. عندنا من يبرمج يعني نا. من يصنع اصلا صفحه اتش مثلا او من يصنع تطبيق, تطبيق يعني ومن ومن يعدل متى توفرت هذه الفرصة تبارك و... الله آمن الجميع بالاشخاص ذوي الاعاقه رح يقدموا لك افضل ما يكون تبارك الله نعم راي هو عندنا تو فيديو نعرضه الموضوع اخر لكن الفيديو الاخير له علاقه باللي قلت حضرت اللي هو البرمجه حنشاهدوا فيه آه كلمه في حق الناس الشباب اللي فعلا كل التطبيقات اللي حولنا من نعم. نتاج او من تطبيق تطبيقات من فعل البرمجه الليبيه. صحيح. في موضوع يشغل كثير من الناس، وبفعلك انت لصيق جدا من التقنيه ومواكب رائع جدا، حييك لكل ما له علاقه بتقنيه التواصل والاتصالات و... ولا شيء نعم. موضوع يشغل كثير من الناس اللي هو ما يسمى بتوفر في السوق الليبي كاميرات مراقبه. هي عادية مفروض كاميرات مراقبة لابد من بيننا مطلوب وجودها آه زي البيوت مثلا في الشارع صحيح. للمحلات للشركات للمعسكرات لابد منها لكن مهندس أنت ادرى كذلك أحب المشاهدين تغير او تغيرت وظيفه او توظيف هذه الكاميرات لشيء اخر قريب لا. من ايش؟ انتهاك الخصوصيات والتجسس ومش تجسس كدوله على دوله ولا تجسس الفرد على الفرد. افراد على افراد افراد على افراد الان نظرا وتسمح لي على هذه المقدمه نظرا لوجود ما يسمى بتسارع التصنيع فشركات مصنعه لهذه الكاميرات لا. تجعل فيها ما يمكن ان يقال عنها سهله وفي المتناول سهله ان تلصق يا مغناطيس يا لصق دبل فيس يا كذا وصغيرة بحيث ان يتم اخفاها وكذلك الاشياء الثانيه اللي هي رخص السعر صحيح. والبعد اغلبهم يشتغلوا على المدار والبيانات نعم. نعم سنشاهد الان فيديو لبعض او نماذج هذه الكاميرات نعم. شيخنا لما يطلعوا الكاميرات طبعا انت مش حتشوفهم نعم. وانت حبيبي لكن الموضوع الموضوع ان لو تتكرم تتحدث عليه من ناحيه هذا الخطر نعم. على المجتمع نعم جميل نعم طبعا هو الكاميرات الموجوده الان في السوق في الاعلانات المموله اللي تطلع في الفيس وفي الانستغرام وفي نعم. حتى احيانا حتى تشاهد في فيديو على اليوتيوب تطلع لك نعم. بعروض بخدمات توصيل وكذا جدا مخراح علي, مخراح على كبير نعم ايه على على شكل مانيليا مثلا او على شكل احنا نقوله اللي هو عباره عن زي العلاقه بتاع الملابس نعم. او على اشكال مختلفه جدا في اللي حتى تبانش او سبوت لايت ممكن يكونوا ضي برافو عليك فهالانواع نعم. نعم. هذه كلها استاذ احمد هي نعم. بامانه يعني خطيرة. تتبع عورات الاخرين نعم. اصلا التسويق واستجلاب هذه البضائع لابد يعني حقيقه نشبه فيها ان تصادر اصلا استاذ احمد جميل يعني رائع، تعتبر كارثه من الكوارث نعم. ليستغل بها الناس ويصرح نعم. بهم ماده ثم يعني ممكن تدخلنا حتى في اشياء اخرى طبيعي يعني قد طبيعي قد لا يمكن طرحها الان نعم هو هو باشمهندس اسمح لي انا كتبت في صفحتي في الفيسبوك او البروفايل م. كتبت بهذا الخصوص منشور من مده شهر سميته برقية من أحمد ترهوني صحيح. للراعي والرعية أنت قريتها العجلة طلعت عليها يعني. كاملة صحيح وقلت في تبينت أن هذا خطر جدا. خطر المفروض يتنبهوا للناس وطلبت صحيح. بعض الأشياء اللي على أقل تقدير على أقل تقدير لا. التواصل مع شركة البيانة والمدار صحيح مثلا لمنع أن مثلا يركبوها الأفراد لأن لأن الأمر خطير نعم. لأن بيك تتوقع ما فيش بيت يخلو من الاحتياج للصيانة صح لابد الحاجة إلى النجار والى الزواق يركب, نعم هو يركب والى و والى مثلا السباك الميه وغيره وغيره طبعا لابد من القول ان حشاهم لكن اصحاب النفوس المريضه موجودين قد يكون من الليبيين او من الوافدين هذا امر خطير اكثر من هيك ما عادش تقدر تخش حتى الحمامات العامه باش مهندس لأنه والعياذ بالله سهله التركيب الخطر فيها كبير جدا فنعم تفضل نعم هذه هذه حقيقه استاذ احمد الحق يعني لابد ان يتنبه لها الجميع وان ياخذوا الحيطه والحذر وكذلك حتى استيرادها من الخارج لابد أن تصادر اصلا قبل حتى توصل السوق الليبي. يعني اعلانات مموله غريبه استاذ احمد نعم بثمن رخيص نعم وتوصيلها مجانا. نعم زدك ايه؟ هي ربي يحفظك على هذه الجملة نعم كلمه التوصيل مجاني نعم نظرا لتوفر خدمات التوصيل في ليبيا نعم. وهذه الشركات وهي مرات صفحات مش حتى شركات او مم. محلات هو ضمن أه، أه، كلهم تبدو متاجر الكترونيه صراحة. نعم صفحه متجر نعم. صفحه هو ال 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 الخطر لو تسمح لي نعم. وكذلك اللي احب الخطر ان هي أه، الشركات المصنعه لمثل هذه الكاميرات نعم. في تسارع وسباق بيناتهم لجعلها مثلا اصغر تكون مخفيه اكثر ما تبانش وتفنن في طريقه اخفائها زي ما شفنا زي ما شفنا حتى على سبيل المثال القلم وان كان من السبعينيات القلم اللي يندار في الجاكيت ولا مثلا الخرص نتاع المراه ولا غيره لكن اللي, يوضع في مكان يعني امانه هذا خطر جدا هذا خطر على كما هو معروف على الجميع ما عادش ما في ثقه احنا نطالب من خلال حضرتك من خلال ان فعلا يلتفت هذا الموضوع جدا فيمنع استيرادها يمنع بيعها وكذلك يمنع الترويج لها نعم مخاطبه نعم شركتي لبيان ومدى لان يا باشمهندس معليش انا دويت هلبه نعم لان خطرها ان يحطها اي حد صحيح حتى زميل في العمل والعياذ بالله بيدير عمله لزميلته ولا غيره والعياذ بالله يحطها مثلا نعم وما عادش يولي لها لان رخيصه ب 30 و40 جنيه و50 جنيه نعم مثلا اوكي نعم ويقدر يستقبل الصور والعياذ بالله في مدينه اخرى نعم. لأن الليبيان والمدار شغالة تبارك الرحمن على نعم تفضل نعم مع على التغطية صحيح نعم أستاذ أحمد هذه انت الان تحدثت على 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 ابرز التفاصيل في موضوع هو وهذه هي رسالتنا انه هو نعم. يتنبه من الناس نفسهم وايضا حتى اصحاب القرار في الموضوع هو ستح. صحيح نعم انا شكلك لك انك انت دويت على النقطه دي نظرا ما شاء الله لي. تبارك الله تفوقك ومواكبتك الله ممتاز نحكوا على كلمة مواكبة ومن شوية حضرتك نعم. باشمهندس أنت قلت أن عندكم من الأحبة المكفوفين من هو مبرمج نعم. لبرمجيات مختلفة وبرامج مختلفة نعم. إحنا عنوان الحلقة يشيد بهذا الموضوع صحيح لما إحنا مثلا قلنا مثلا يعجبني في الليبيين شنو أعطاهم نعم وجبنا من نعم. من هنا وهناك الآن نعم. نستعرض الجانب اللي يعيشه الجميع اللي هو التعامل ما يقال بعلم التقنيه في التواصل نعم. والاتصالات إيه؟ والموبايل اللي كان بين يدي وبين نعم. اللي هو الان تقدر تقول الدائره نتاعنا، دائره نعم. التعامل بل اكثر سو... من هيك استاذ احمد نعم هو نعم. حنقول لك شيء اولا التقنيه ساعدت المراه الكفيفه في حوشها تو مثلا نعم. اللي هي طنجره الضغط اصبحت ناطقه آه، اللي هي بعض الاجهزه اللي تنحط في وسط الطاسه باش اعطيك لوين تعبد بالضبط حتى هي ايضا بدت فيه منها ناطقه نعم. ميكروويف ناطق غاز ناطق آه، ساعه ايضا ساعه ناطقه كيف وساعه غاز ناطق خلينا نستفيد شويه كيف آه، نعم هي عباره عن طبعا الميكروويف والغاز والحاجات هي عباره عن طبعا تعطيك قداش درجه الحراره نعم. قداش درجه الغليان نعم. قداش تبي باش تطيب الحاجه اللي عندك انت طبعا لانها غاليه الوسائل هي استاذ نعم احمد نعم يعني ما تلقاهاش هلبه في ليبيا نعم بس طبعا حجزها سهل جدا تقدر تحجزها من اي شركه زي شركه الناطق الموجوده الان تقريبا نعم في دبي تقدر تحجز الاجهزه هي لكن آه اللي حاب نقوله ان ان التقنيه آه ساعدت ايضا في في كانت عباره عن بدايه العصر البيضاء عباره عن عمود يمسكها الكفيف ويتحسس به الطريق نعم. الان عندنا عصا بيضاء الكترونيه نعم. عندنا ايضا نظاره الامل وهي نظاره تلبسها انت في عينك وتحط قدامك مستند تحاول هي تدير مثلا مثلا احنا نقول بيكتشر تو تكست او او, نعم. نعم. أو إن, هي ان هي تطلع النص من الصوره وتقدر تقرا بها ايضا الاجهزه الاجهزه الحديثه والوسائل المعينه لاصحاب الاعاقه الحركيه الكرسي المتحرك يكون الكتروني صحيح ماشي نعم. عباره عن تلفه بيدك نعم فالتقنيات ولذلك استاذ عمر عبد العزيز عجبني جدا في اختياره لشعار حدث توزيع الاجهزه اللي هو التقنيات عيوننا البديله جميل نعم. جميل نعم, نعم هالشعار هذا خداع ليش لان لان قد يمكن انك انت من خلال تقنيه معينه انك انت تقدر من خلالها تقدر يعني الفجوة اللي عندك مثلا أنت كفيف تقدر أنك أنت تأخذ جهاز معين يمكنك من القراءة والكتابة تأخذ نعم. جهاز آخر يمكنك من أنك أنت تقدر تطيب في الكوشة الإلكترونية فالتقنية نعم. الحقيقة جميع شرائح المجتمع نعم. سواء كان أصحاب الإعاقة أو غيرهم نعم. وإذا كنا تبدأ نقول التقنيات الخاصة أها جميل. التقنيات جميع نعم نعم اه اتكرت من حضرتك من شويه م. اكثر من موضوع وكل اشاده ب زي ما نقول التقنيه لا. آه لأ لو نعكس هذا الى نجاح الليبيين في تطويع هذه التقنيات سواء مثلا عند الحب المكفوفين او مثلا صم او او حتى السوي لان انت قلت من شويه جمله غاليه جدا ثمينه مم. قيمه ان من, الم من المبرمجين الليبيين اللي آه هم آه بعض المكفوفين. مم. الان عندنا نقطه جوهريه اللي هي احنا نعيش بالموبايل نعم واعتقد كل حياتنا مربوطه بالموبايل بدايه بالاتصال والتواصل نعم. وما يسمى بالون يعني زي ما تقول ما بالمد نعم. من جانب واحد اللي المعلومات اللي تجيك معلومات النشره معلومات نعم. الطقس وغيرها صحيح. لكن في تطبيقات كثيره تطبيقات نعم. كثيره مهمه جدا نعم. للشخص من ضمنها على سبيل المثال تطبيقات موعد الصلاه مثلا يعني نعم. تطبيق مثلا البنك الدم تطبيقات كثيره لعلاقة علاقه وايضا ميسره للاصرف نعم. العلاقة البصريه نعم. تصدق نعم. يعني عادي الكفيف يقدر يخش لبنك الدم وكذا نعم. ويستعمله بس انا الاشكاليه وين استاذ احمد انا لما نجي لقناه اعلاميه فضائيه مثلا مرئيه اجي تقول لك اخبار الطقس او احوال الطقس فيما يلي ويتفتح لي موسيقى بيانو نعم. بينما نعرف مقامها هنيك كفيف ولا نبي ندندن حول موسيقتها نعم. وليش في الراديو ما يدروش نعم. هيك يا احمد ايضا نعم. عندي جزئيه ثانيه سريعه نعم. هيك بنقولها اللي هي موضوع السم البكم والله استاذ احمد انا عارف الوقت يداهم لكن والله لا يبقى لا يبقى نعم نعم عندنا نقطه جوهريه تفضل لكن ايه؟ لو تتكرم رجاء سريع ما يكون استاذ احمد في نعم. اقل من ثانيه ان الاشخاص ذوي الاعاقه السم البكم نعم يعني كايدين ان يديروا مسجد واحد فقط في ليبيا نعم. فهمتني كيف اللي هي الهيئه العامه الاوقاف نعم. مسجد واحد فقط في لغه اشاره في يوم جمعه تصدق ان بكم مشاهدينا الكرام انتلس مش قادرين يحضروا خطبه جمعه واحده يمشوا يركعوا مع الراكعين وان شاء الله يا ربي لهم الاجر والثواب من شك الاشخاص ذوي الاعاقه بدور التقنيه آه جاني فخر انك آه انت قلتها في آه برنامجي فعلا آه فعلا, آه فعلا على جزء التقنيه ستحضر وهو سؤال عندنا حلقه باذن الله بدن الله خاصه جميل آه نعم لكن على على سؤالك المطروح التقنيه مثلا تو المحلات الكبيره والشركات المفروض شيء ندير استاذ احمد نعم يديروا مثلا شاشة عرض زي الموجودة الآن بيني وبينك في الاستوديو شاشة عرض الشاشة هذه يكون فيها مثلا حد يتصل بك لغة إشارة يعرفوش نبي مثلا من القهوة مثلا بياخذ شاورما ولا كذا يبيع الكاتشب من غير كاتشب المفروض بالذات اللي هي المقاهي الكبيرة وكذا أنه يتبنوا فكرة وجود صح. تقنيات حديثة لا. يقدر يسمو البكم يتعامل مع الآخرين نعم. راه في 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 العزال وفي انطواء كل لان المجتمع حقيقه مقصر في استجلاب الوسائل المعينه لهم يعانون استاذ احمد والله نعم نعم يعني جدا هذا هو خطبه الجمعه مش قادرين يحضروها هذه آه كانت رائعه جدا هذه هذه وهيئه هي عامه في كل نعم. ضخمه وكبيره استاذ احمد نعم. هو هو عندك علم اعتقد ما هي صعبه ليش ما صعبه لان احنا ندير السيناريو ان الشيخ او الخطيب نعم يلقي وبجانبه هذا لغه الاشاره كما هو مع نشره الاخبار يعني نعم <applause> ما يصعبش على الاوقاف توظيف هذا الشخص حتى لو مثلاً مسجد واحد من كل حي نعم, نعم ممتاز لكن وحتى لو نعم كان صعبا انت طيب قلت لي ما هي صعبه انا نبي نقول ان للاشخاص ذوي الاعاقه لهم حقوق لابد ان تنفذ نعم نعم يعني حتى لو كانت غاليه وحتى لو كانت تكلف لان هي عباره عن حقوق ما هيش عاطفه وشفقه برافو لما نعم لي مسؤول نعم نعم نقول نبي نعم وسائل معينه حديثه للمسؤول نعم نعم يقول لي هون عندكم جمعيه النور يعني نور مؤسسه خيريه غير نعم. ربحيه تعلم اشخاص ذوي الاعاقه بارك الله فيهم نعم. لكن المؤسسات ليست دوله سلاح نعم. نعم. حتى أحرف النور نعم. الان لو 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 داروها الدوله ويعني بامانه ان هم يعني ان شاء الله يكونوا في الموعد استاذ احمد ونتمنى ان هم يحققوا الموضوع هذا باذن الله بدنا 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 إن, شاء نعم. جدا نعم. جدا ان شاء الله حتكون لمسه قويه جدا يعني نعم باذن رايك احنا الان طرحنا بعض الاشياء آه. سعيد انك انت طرحتها بتاخذنا للفيديو القادم اللي هي تجمع بين لا. ما يسمى بالبرمجة نعم برمجة التطبيقات صحيح. خصوصا هذه التطبيقات الليبية لا. زي ما قلت مثلا لها علاقة بفرض مصرف الدم ولا مثلا الصلاة ولا ولا الخدمات التوصيل وإلا الطقس ولا غيره هذا بكل فخر كل برمجة ليبية صحيح. قبل أن نشوف الفيديو نحب نقول لحضرتك وللي ما يعلمش أن هذا الموضوع بادي مبكرا في ليبيا <applause> من بدايه الثمانينات شباب تبارك الله عليهم فتحوا محلات ل هذاك الوقت تركيب تركيب اجهزه الكمبيوتر والبرمجات واشتغلوا بكري بكري على منظومه المصارف في الثمانينات او اوائل الثمانينات وليكن مثلا 83 84 <applause> نشاهد معا هذا الفيديو وبعدين لنا عوده ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس محمد غاندي مهندس مدني مهتم بمجال التقنية والتكنولوجيا طبعا جميعا نشوف إنجازات وإبداع الشباب الليبي في مجال التكنولوجيا وفي مجال البرمجة في الفترة الأخيرة كان لدينا عديد من التطبيقات التكنولوجية والرقمية الموجودة على الهواتف الذكية وهي أصلا من صنع شباب ليبي على سبيل المثال الحصر يعني نذكر مجموعة من التطبيقات مثل تطبيق سبيس اللي هو خاص بالتبضع الإلكتروني عن طريق الإنترنت هو تطبيق متوفر على الأجهزة الذكية سواء الأندرويد أو الأبل كذلك تطبيقات المصارف لجميع استخدموها هي كلها من صنع شباب ليبي ومبرمجة ليبية نذكر أخرى تطبيق رؤية لخاص بمؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته المهتمة بالطقس في ليبيا وأخباره ودرجات الحرارة وفيها معلومات دقيقة جدا وهي من صنع أيضا شباب ليبي الكثير من التطبيقات سواء في تطبيقات التوصيل بعضها مقتصر على بعض المدن والبعض الآخر الآن أصبح متوفر في جميع أنحاء ليبيا وهي في توسع سعداء جدا أن يعني نشوفه في هذا الإبداع هذا التميز من الشباب الليبي أحيانا هو يكون مظلوم بعض الشيء من تسليط الضوء على هذه الأفكار وعلى هذه الأنشطة أو هذه المشاريع والبرامج لكن نحن نحاول ديما ان ننشرها كتبت في سلسله من المقالات ثلاث مقالات عن تطبيقات ذكيه ليبيه موجوده على الانترنت ونحاول ديما ننشرها اخيرا اخيرا الحمد لله رب العالمين كنت من ضمن فريق عمل مكون من ثلاث اشخاص كونا اول منصه ليبيه خاصه بالعمل الحر وهي منصه اخدم لي هي منصه تجمع المستقلين واصحاب المهارات واصحاب الخبرات كذلك باصحاب الشركات والمحتاجين والباحثين عن باحثين عن يعني زبائن العمل منصه اخدم لي الان هي منصه حديثه انطلقت من بدايه عام 2023 نطمح بها ان تكون فرصه عمل للشباب الليبي عبر الانترنت من منزله ومن حوشه يقدر, يقدر يقدم خدماته ومهاراته للشركات ولاصحاب الاعمال المحتاجين ونسأل الله توفيق للجميع وشكرا جزيلا أجمل تحية للمهندس محمد الغاندي حميد ونقدم لك دعوة على هو مباشر أنك أنت تحل ضيف عزيز كريم لأن ما شاء الله رب يحفظك أنا مخشيت على صفحاتك رب يحفظك معبي 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 شكلك على الكلمة هذه باش مهندس سمعت شنقال سمعت أن الموضوع كله اشاده بان هذه التطبيقات اللي بين ايدينا ونستخدموا فيها وتساعد فينا كثيرا صحيح. المبرمجين تاعها اللي بين صرف يا هذا هذا ما يدعو للفخر نعم والله احنا طبعا نتمنى كل المبرمجين اللي برمجوا في تطبيقات خدميه او غير خدميه أن آه انهم آه يراعوا الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه في جميل. كتابه البرمجه ممتاز. وذلك بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه انفسهم ممتاز. يدور تسلم ينزلوا الابلكيشن هو ولم يخدموه يحطوا في بالهم الاشخاص ذوي الاعاقه بحيث ان يقدروا يراعوا الشيء هو لان الاشخاص ذوي العاقه البصريه وغيرهم هو عباره عن تنوع في شرائح المجتمع استاذ احمد نتمنى ما يهملوش الشيء والهاتف زي ما ذكرت حضرتك استاذ قادر يقدم لنا مئات الاشياء في نا في, نا في, نا في نا يومنا نا نا نا. يعني لاحظت مره راكبين مع من السياره نا وكانت نا. في زحمه لاحظت كنت طول على جوجل ماب ايه. وعرفت الاسماء لكن ما يبينلكش الاحمر دلاله الزحمه والليمي دلاله نص زحمه يعني ما فيش ما يبين هذه الالوان هو سماعي هو الجو... هو الجوجل ماب بيقرأ لك كل شيء ما هو موجود على الشاشه نعم. بي... عن طريق تطبيق الفويس اوفر الموجود لا بيقول لك مثلا انت عادل و... يعني؟ عادل ما تاخذش الشارع هذا لانه احمر هو بامانه ما التفتش الموضوع هذا باب مصداقيه لكن هو شو يدير؟ يبدا يحث فيا في المشي في الطريق اللي هي افضل طريق نعم إن هو يوازي لك الجوجل اصلا لا لا متفقين فادي هذه من زمان هذه من بدايتها بالضبط لا نقصد نقصد خاصيه نتاع اللي يبين لك الزحمه كبيان زحمه بالمؤشر انا ما نعم. وقفتش عليها يعني حقيقه. نعم. اكيد 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 ما ينسوش الحد نعم. <applause> نعم نتمنى ان دائما يراعى الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه في كتابه البرمجه لانهم من الذين يستخدمون التقنيات الخاصه. نعم نعم باش مهندس في العموم آه هذا الموبايل اللي بين زي ما قلت حضرتك انه فعلا في كثير من التطبيقات صحيح و انا شخصيا كل مره نلقى حاجه جديده لا. وكلها مفيده لا. يعني يكفي ان التطبيقات مثلا في هذا الع... للجميع طبعا لا. في الاندرويد ولا الـ ولا الايفون صحيح وغيرها. يعني يكفي نتاع السيري ويكفي نتاع الجوجل اسيست مجرد ان تقول لا صباح الخير بس ولا جود مورنينج عليك مثلا جود مورنينج احمد ولا جود مورنينج محمد صحيح. وبيعطيك درجه الحراره وبيعطيك بعض الاخبار ان احببت لا. وانت تختار مسبقا الجهه تعطيك الاخبار هذه ايه بروحها تكفي غل... غل... ايه تلقى شكون يرد عليك صباح الخير عارف. يا سلام <applause> و... ومرات ايه. بس من اجمل التطبيقات اللي نستخدم فيها هنا نعم اسمها ايمفيجن شو القصه هذا؟ انه هو تفتح الكاميرا تحطها قدام كتاب نعم. يحول لك الكتاب من كتاب نعم. موجود نعم. كتاب عادي يعني تاخذه ايه. قدامك تحط قدام التليفون ويقراه لك الناطق بتاع التليفون نعم نعم من هي. اجمل التطبيقات يعني نا. هي طبعا موجود هذه على اساس من ضمن التحويل مثلا النص الى نا. الى بي دي اف الى نعم. أو وورد او دوكس او مفتوحة نعم حديثا بدت انسيابيه وبدت ممتازه استاذ لو لو يعني اعتبره وللاسف يسعدني نا. ان حضورك لكن يؤسفني ان احنا حنننو. لو قلنا مثلا مبرمجين من من الاحبه المكفوفين بح. بح. يتعاونوا مع المبرمجين المبصرين صحيح. في هذا الخصوص نا. خصوص ان هم أدرى الناس باحتياجاتكم صحيح نعم ما رايك؟ وهذا اللي نتمنوه دائما نعم, نعم. وإحنا كان في تعاون معنا من شركة البيان شركة المدار في معرض طرابلس الدولي تقريبا في 2018 2017 نعم آه حقيقة رحبوا بينا وأبدوا استعدادهم في آه في اللي آه هو الأخذ بكل ما يتعلق آه بالنقاط اللي يدلوا بها الأشخاص ذوي الإعاقة نعم. البصرية نعم آه لأن طبعا جمعية وقفين في آه 2020 2019 2020 والله يا أستاذ أحمد عاش نتذكر بالضبط نعم. اللي هي دارت الملتقى التقني الأول من ضمن توصياتها التواصل مع الجهات العامة صناع البرامج صناع المحتوى أن هم يراعوا هذه الشريحة من المجتمع بحيث أن ما يندارش تطبيق إلا بعد الرجوع لمؤسسة النور أو الجمعيات الأخرى اللي هو طبعا أصحاب الكفاءة من الأشخاص الإعاقة البصرية نعم, نعم. نعم في برامجك ما زال دقيقة واحدة تحديدا لو تتكلم في برامجك اللي تعطي فيها في الراديو هي ثلاثة أربع برامج هل يعني بمعنى الصحيح تقول الأشياء اللي أنتم بحاجة لها للفرض للحكومة ولا مجرد أنك أنت إرشاد وتوعية وما يسمى بالتثقيف في العموم يعني حنختم الآن ولا فيه ولا, فيه ولا لا لا. بعدها عندي وقت لا لا هو هذا بس تمام آه اللي هو طبعا قضية البرامج كل برامج على حدة مثلا برنامج صوامع ما نتكلمش على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه فينا نتكلم عن المساجد نعم يعني يعني الكفيف مش نعم. أنه كفيف فحيتكلم على كل برامج حيتكلم على على المكوفين فقط نعم. كذلك برامج ربوع ليبيا أتكلم على على مناطق ليبيا لا جميل. ليس لها علاقه جميل يسرني استاذ احمد يعني متواجد معك في هذه آه شارفين الحلقه ونحيي كل من يعرف محمد السالم وكل من يتابع قناه ليبيا الرسميه نعم. وولت اللي تشاهد فيها الان وكذلك آه الشيخ الرفاعي احمد القطعاني نعم. وكل السادة الأكارم اللي هم طبعا آه يتابعوا برنامج أفاضل وفضليات بارك جدا الله فيك. جدا بارك الله فيك يشرفني يشرفني حضورك ويشرفني أن نعطيك هذه الوردة شيخنا يدك كلمة شكر بسيطة جدا الله يبارك فيك ربي يحفظك جميل ربي يسعدك ربي يهنيك إن شاء الله الله يبارك فيك والله ما شاء الله عليك فرصة سعيدة نعم. جدا نا. جدا جدا بارك الله, فيك سيد أحمد الله يبارك فيك نحب الكرام لكل من خدم ليبيا بأي طريقة بأي طريقة حبيبي الكرام ومتوفيق الله حب مودة نشوفكم ان شاء الله الاحد القادم سبعة مساء بالتوقيت الشتوي دمتم بخير ومتوفيق الله يا فرصه طيبه نضحك وشرفنا ان شاء الله